بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الروتا. ايه هي الروتا او ايه هو الروتا؟ ده عباره عن فيروس بيجي للاطفال بيسبب ليهم نزلات معويه، يعني بيحصل عندهم اعراض زي اسهال او قيء، وده ممكن يؤدي في الاخر معاهم الى الجفاف. في المعتاد الاطفال بياخدوا علاج الروتا دوت في البيت في صوره محلول جفاف او في صوره بعض الادويه اللي بتساعدهم، بيتم علاجهم وبيخفوا ان شاء الله باذن الله. لكن نسبه قليله من الاطفال بيحتاجوا ان هم يدخلوا المستشفى، ده نتيجه وجود جفاف جامد بيحتاج ان هم ياخدوا محلول في المستشفى وممكن يقعدوا اكتر من يوم في المستشفى. الحقيقه ان الروتا ده كان من اهم اسباب الوفيات قبل كده من سنين، لحد ما ظهر الى النور تطعيم الروتا، وده اللي قل بشكل كبير جدا 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 وفيات الاطفال نتيجه للروتا. الحقيقه ان التطعيم دوت مش بيدي حمايه 100% من الروتا، ولكن هو بيقلل بنسبه كبيره جدا جدا من حده الاعراض، يعني القيء او الاسهال او الجفاف بيبقوا بدرجه اقل بكتير من لو الطفل ما اخدش تطعيم الروتا. تطعيم الروتا ده متاح في مصر، بيتاخد في صوره جرعتين، بيتاخد في العادي بعد حوالي شهر من تطعيم الشهرين بتاع مكتب الصحه، بيبقى جرعتين، وده زي ما اتفقنا ان هو بيدي حمايه بنسبه كبيره للاطفال، بيقلل جدا من الجفاف اللي ممكن يتعرض. ربنا يحفظ أطفالنا جميعا.